متتبعة بجرد العد والإحصاء وتوقيع التوثيق والرصد يوميات الشهر المنصرم، خاصة الحقل الإعلامي بمبتعث ضوء التركيز. وثقت وحدة الرصد في التجمع الإعلامي الفلسطيني أكثر من 43 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين فلسطينيين خلال أداء عملهم وتغطيتهم الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأوضح التجمع في تقرير جديد له أن الانتهاكات تأتي في سياق مواصلة قوات الاحتلال استهدافها وانتهاكاتها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تتنوع ما بين اعتقال واحتجاز واعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المدمع، إضافة إلى المنع من السفر والتغطية الميدانية، مبيناً أن قوات الاحتلال اعتقلت في أكتوبر الماضي 3 صحفيين أفرج عن أحدهم بشروط منها حظر دخوله الضفة الغربية مدة أسبوعين. كما وثق التجمع الإعلامي تثبيت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري الصادر للمرة الثانية في حق الناشط الصحفي أسامة شاهين وتأجيلها محاكمة 3 صحفيين. ورصد التجمع في سياق متصل اقتحام قوات الاحتلال منازل 3 صحفيين وإصابة 20 صحفيا بالرصاص الحي، مسجلا 3 حالات إصابة بالرصاص المطاطي و8 حالات اختناق في صفوف العاملين في الحقل الصحفي.